السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالجميع. في يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثروا من الصلاة والسلام على الحبيب عليه الصلاة والسلام. الآن طالعين بإذن الله إلى منطقة سوسمر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الغريب في قرقيزيا، ملابس العسكر تباع بالأسواق عادي، النظام يسمح، فأي شخص يستطيع يشتري ملابس العسكر، تباع مثلها مثل أي ملابس عادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالجميع. المسافة بين سوسمر والعاصمة بشكك تقريبا 150 كيلو، لكن الطريق سيء ورديء زي ما انتم شايفين، وفي اصلاحات، وقدام ان شاء الله الطريق كله مرتفعات، لان سوسمر منطقة ريفية وفيها ثلوج. هذه الطريقة تكرر كثير من البلدان، تهتم الحكومة او الشركة معينة بالطريق، فاي سيارة تمر من الطريق هذا ياخذون عليها رسوم رمزية، يعني الآن راح ياخذون منا ريالين فقط رسوم مرور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالجميع. قرقيزيا فيها أكثر من 2000 نهر وجدول وتجري طوال العام. المياه اللي انتم شايفين هذه من ذوبان الثلوج في رؤوس الجبال في فصل الصيف، فهي مياه باردة وصافية وعذبة وصالحة للشرب. أسأل الله بمنه وكرمه ألا يحرمنا وإياكم ووالدينا أنهار الجنة. سوسمر منطقة مرتفعة كلها جبال وهضاب، فالطريق هذا كله مرتفعات ومنطقة باردة وتكسوها الثلوج طوال العام. طبعا فصل الشتاء ما تستطيع تصلها، تصل درجة حرارة أقل من 30 تحت الصفر. قالوا وقالوا ولكني على ثقة بأن ربي إلى التسير يجرينا، والعسر مهما قسى فاليسر يتبعه، وعد من الله هذا الوعد يكفينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالجميع. عند النهر والجبال عليها ثلوج والطبيعة، وعندها الحلال، هذا المنتجع وصلنا له، عبارة عن خيام قرقيزية وكرفانات. هذه الخيام القرقيزية عبارة عن خشب مغطى صوف، الفتحة اللي فوق هذه تحكمون فيها، فإذا فيه برد أو مطر يسكرونها، وإذا الجو جميل تكون مفتوحة. طبعا بناءها يجلس شهر أو أكثر من شهر، وسعرها تقريبا تبدأ من $1000 وانطالة تصل 11000. المنتجع فيه طباخ وفيها ألعاب أطفال وفيها كرمكم الله دورات مياه وفيه كونتينرات. الكونتينر بقرقيزيا غالبا إذا وصل ما يرجع، لأن قرقيزيا ما فيها بحر فعودته مكلفة، فيصل كونتينر ويبقى بقرقيزيا ما يرجع. نشوف الآن الكرفانات، غالبا الخيام تكون للعزاب والكرفانات تكون للعائلات.
هذا الكرفان من الداخل جاي دورين وعلى شكل غرف، يقول أسبوعين ويجهز إن شاء الله. ميزة المنتجع فيه كهرب والنت واصل الأفراج فل. هذا الشباب الحين على جال النهر مقدمين ضيافة المنتجع ما شاء الله. هنهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكثر سؤال تكرر، ما حكم أكل لحم الخيل وشرب ألبانها؟ جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في لحم الخيل، وكذلك في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت نحرنا خيل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأكلناها، وكذلك في حديث جابر رضي الله عنه يقول سافرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام وكنا نأكل لحم الخيل ونشرب ألبانها. يقول ابن خلدون أكل العرب الإبل فأخذوا منها الغيرة والغلظة، وأكل الأتراك الخيول فأخذوا منها الشراسة والقوة، وأكل الإفرنج الخنزير فأخذوا منها الدياثة. في قرقيزيا آلاف الخيول، ونادر أن تجد قرقيزي لا يجيد ركوب الخيل، يعتبرون ذلك من الرجولة، ولمكانة الخيل عندهم يذبحونها في الأفراح والمناسبات ويحلبون أغلى ما يملكون لضيفهم. من تكريم الخيل أن الله عز وجل أقسم بها فقال والعاديات ضبحا، وربط القوة بالخيل فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وجاء في الحديث الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. هذا الحلال تبارك الله حدود 700-800 رأس، يقول نقل اللي تبي التيس 150 ريال، خذنا ذاك اليوم ذبيحة خروف 300 ريال طيب الحمى، ما في لا شعير ولا تبن بهالمراعي الخضراء. معنا دافور وخلص، ورحنا كملنا الطبخ في مطبخ المنتجع. بسم الله.